جزاكم الله خيرا الأخ السائل أبو إبراهيم، له مجموعة من الأسئلة. يبدأ هذا السؤال يقول: بالنسبة لفضل السنن الرواتب وأن من حافظ عليها بني له بيت في الجنة، هل المقصود المداومة عليها طول العمر أم أنه يبنى له كل يوم صلى فيه 12 ركعة؟ اكتب له من الأجر بقدر ما أدى من العمل، إذا داوم عليها فهذا خير وأعظم أجرا، وإذا فعلها بعض الأحيان وترك بعض الأحيان يكتب له من الأجر مثل ما قام به من العمل، وإذا كان له عذر في تركها وهو ينوي فعلها يكتب له الأجر أيضا بنيته. نعم.